وبارك الله فيك يا صفا وحفظك الله وتقبل الله منا ومنكم جميعا. كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث الثاني لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس؟ ما وجه التعارض؟ يكون استثناء، هذا استثناء لو سلم الخبر، لأن الخبر الثاني فيه بعض الكلام، لكن على العموم هناك آيات إنك ميت وإن عفوا فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يكون هناك استثناء تفضلا من الله تعالى على هؤلاء أن أدخلهم الجنة بغير حساب.